السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. جولة إنهاء تكليف المقصرين في المرحلة اللي تخوضها الحكومة الحالية بعد مهلة التقييم اللي منحتها للذوات المعنية بمراقبة أدائهم، فإرفاق التقارير الخاصة اللي تثبت تقصيرهم حيال المناطة بهم السبب وراء إعفائهم. 25 مدير تم إعفائهم جملة واحدة، يراها المراقبون خطوة اتسمت بالشجاعة والحرص على تصحيح مسارات المنظومة السياسية اللي كانت حلقة مفقودة في المنظومة الإدارية السابقة، إذ أخذت تشرق وتغرب بملفات الفساد والإهمال. لذلك كانت من مقررات الحكومة أن تدخل المقصرين في متاهة الإعفاء لئلا ينخر الإهمال والضعف جسد مفاصل الدولة والدوائر الحكومية أيضا. أما في ملفنا الثاني مشاهدين الأحبة لحصاد هذه الليلة، فبتكلفة 17 مليار دولار يسعى العراق إلى إنشاء طريقة تنمية لتعول عليه الجهات المكلفة بدراسته في تحقيق المنفعة للعراق وحتى العالم لما يمثله من نقطة ارتكاز في هذه المنطقة الواسعة وحلقة ربط بين الشرق والغرب. ورغم البدء بالخطوات المكملة للتعاقدات، إلا أنه يحتاج رؤية تتصف بالدبلوماسية لكونه مشروع عابر للحدود الجغرافية ويتصف بالشراكة والشمولية. هذين ملفين مشاهدينا الأحبة راح نناقشهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، ونتحاور مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله. ما زالت سفينة حكومة الخدمات تبحر نحو إرساء قواعد تقديم الخدمات، وهاي المرة اتجهت نحو تقييم الأداء اللي نتج عنه إعفاءات لشخصيات يشار إليها بالتقصير وربما تشوب أعمالهم ملفات فساد وفق ما أشار إلى ذلك المراقبون. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا المهم مع ضيوفنا الكرام ونتناقش به، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشماري. جهود حثيثة تبذلها حكومة الخدمات للنهوض بواقع البلد على مستوى تحسين الأداء للمسؤولين وأصحاب النفوذ في الدولة، لتبدأ حملة التغييرات على من ثبت عليهم التقصير وفق الأدلة والتقارير التي رفعتها لجنة متابعة الأداء بعد مراقبة المعنيين طوال المهلة المقررة، لتبدأ عاصفة التغييرات تكتسح من يشار له بالضعف والتمهل في أداء المهام. هذه المنهجية حقيقة هي ممكن أن تكون مستوى التصحيح للجانب الإداري الذي أخفقت فيها الحكومات السابقة. الآن قضية الإقالات أنا أعتقد بأنه هو سبب بأن اللجنة التي رفعت التوصيات لديها تقييمات معينة، وهذا حقيقة هو الذي دفع السيد السوداني بإقالة بعض المدراء العامين الذين أخفقوا بشكل كبير جدا، أو قد يكون بعض المدراء متورطين في ملفات فساد. الاستحواذ على المناصب لا مكان له في حكومة الخدمات وفق ما يصرح به المتابعون للشأن السياسي بعدما لمسوه من حركة وصفوها بغير اعتيادية لم تكن معهودة في الحكومات التي سبقتها، ليبدأ موسم الحصاد بقرارات يراها المراقبون خطوات جريئة لتهيئة المنظومة السياسية واستقبال الأكفاء والأنزه. لابد أن يكون هناك مديرين أكفاء، في حال تلكؤ المدير أو إخفاقه في أداء عمله تكون إقالته خطوة مهمة. أعتقد أنه هذه أولى خطوات تصحيح لحكومة السيد السوداني. وخطوة تغيير المدراء العامين هي ضمن المنهج الوزاري، أعطى مهلة إلى المدراء، مهلة 3 أشهر، وقيمت لجنة هذه عامة مهام المدراء وجاءت بعض التقييمات نوع من السلبية تجاه هؤلاء المدراء، فلا بد أن السيد السوداني يقوم بتغيير هؤلاء المدراء الذين أخفقوا بإقامة المهام المناطئة إليهم. فحقبة المحسوبية والمجاملات بدأت تتضاءل في مرحلة تهديم صرح المقصرين بمعول التغيير الإصلاحي في مفاصل الدولة وصعود البدلاء وفق آليات وشروط وضوابط لإدامة السعي الحكومي في تقديم الأفضل لحل الأزمات والنهوض بواقع البلد. ينطلق قطار الإصلاح على سكة قرارات التغيير التي مضت بها حكومة الخدمات ليسير نحو إصلاح المنظومة السياسية وتصحيح المسارات وفق الوعود التي جاءت بها الحكومة. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
حياكم الله مشاهدي الأحباء. هذا ملف ورحب بضيفي الكريمين الدكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية ضيفا كريما في الاستوديو. حياك الله دكتور. أهلا مرحبا بحضرتك. وكذلك انضم معي عبر سكايب السيد علي البيدر المحلل السياسي ضيفا كريما من أربيل. حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك دكتور محمود، نتحدث عن وجبة إقالة ثانية للمدراء العامين اللي وصفوا بالمقصرين في أدائهم وفق تقييم الأداء. بهذه الحالة هل هذا الموضوع راح يرفع من مؤشرات سابقا أكدت أن البقاء للأكفة وأن التغيير راح يجري كما يفرض معيار الأداء؟ يعني علينا أن نتوقف أولا. عفوا، تحية لكم، برنامجكم الموقر، مشاهديكم الكرام، ضيفكم الكريم الأستاذ علي البيدر. حياك سيدي الكريم. علينا أن نتوقف مع جملة من المعادلات في هذه القضية. أولا، عملية إعفاء، هذه سلسلة الإعفاءات التي طالت العديد من المدراء العامين، جعلت أولا أن الأحزاب السياسية إذا ما أرادت أن تختار أو أن ترشح شخصية لمنصب فعليها أن تقرأ المشهد جيدا وترى أن هذا الشخصية ممثلا لها، فعليه أن تحسن الاختيار، وإلا سيتحول هذا الاسم أو هذا العنوان وبالا عليها في قضية الانتخابات وعلى سمعتها أيضا. الثانية، المعادلة الثانية، أن هذه القراءة سوف تجعل، أو هذه الإقالات أو هذه الإعفاءات سوف تجعل كل مسؤول يشعر أن المنصب بات مسؤولية، وعليه أن يتفهم هذه القضية، لا أن يتراخى في واجبه أو أنه يعمل لحزبه أو أن يحول الوزارة إلى دكانا إلى كتلته أو إلى حزبه. يقرأ المشهد جيدا أن هنالك رقابة شديدة عليه، وخاصة من رئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء. إذن أصبحت المسؤولية أمام الحزب وأمام شخصية الذي يتسنى بالمنصب، باعتبار أن قضية الإعفاء فيها نوع من المساس بشخصية الإنسان، كونه قد فشل في إدائه وبذا يحاسب نفسه، أو أنه يرفض المنصب مسبقا لأنه يعرف أن المنصب هذا بات مسؤولية. الشيء الآخر، نحن أيضا بتنا يعني كشارع نجلد الإنسان كثيرا الذين تم إعفاءهم باعتبار أنهم فشلوا، أو أنهم ربما حتى أحيانا نلقي عليهم قضية أنه وقعوا بالفساد والفساد الإداري. لا طبعا، هي مو كل هذه القضية. أحيانا نوع من التراخي بالواجب، أحيانا يعني لم يؤدي واجبه بالشكل مخطط له ضمن البرنامج لسبب آخر، بسبب أو لآخر، هذه أيضا نضعها في الحسبان. ولكننا نصطف مع السيد رئيس الوزراء في قراراته في هذه الإعفاءات والسبب الرئيس، حتى نستطيع أن نحاسبه. بمعنى أنك الآن أعفيت هذا العدد الكبير وتركنا لك الأمر أن تعفو عمن ترغب، إذا لابد أن نحاسبك في المستقبل باعتبار أن تركنا الأمر لك، وليس كما كنتم كما كان السيد رئيس الوزراء في الدورات السابقة يقول أن السبب مثلا أن الأحزاب قد أملت علي شروطا أو فرضت علي هذا الاسم وهذا العنوان. نحن الآن أنت أمام هذه المسؤولية والآخرين أمام المسؤولية. المعادلة الأخيرة، وجدنا الآن هنالك حماس متميز لدى الكثير من الدوائر ومدراء الدوائر بأنهم عرفوا أن القضية فيها مسؤولية، وهذا الحماس الذي نلمسه في الدوائر سببه هو هذه الرقابة الشديدة وهذه المتابعة والمسؤولية. عفوا. طيب، أجدد ترحابي بحضرتك سيد علي البيدر. لما تحدث الدكتور عن هذه المتغيرات الثلاثة في عملية تغيير المدراء العامين، نجي هنا إلى قضية أشارها الدكتور وهي التأييد السياسي اللي تحظى به هذه الخطوات. هل هو هذا التأييد راح يضمن المرور الآمن بدون أي معوقات؟ ماكو اعتراضات؟ الكتل السياسية ما راح تحمي مناصبها بهكذا تعبير؟ إذا يعني نتحدث عن ماذا إذا اختفى هذا التأييد، هل راح تتغير المعادلة؟ نعم، تحية لهذا الضيف ولضيف
الكبير الاستاذ محمود وللساده المشاهدين الكرام. لك كل التحايا. الصوت يعني جاي يسمي متقطع بتشويش عالي، اتمنى معالجه هذا الخلل. شباب عالجوا لنا الصوت. بالنسبه لسؤال حضرتك، حقيقه هذه التغييرات والتعديلات الاخيره في هذا الجانب استندت على رؤيه اصلاحيه حقيقيه، اي انها لم تكن بدوافع اقصاء سياسي او تهويج او ضرب خصوم او تصفيه اخرين. في جانب اخر ان الشارع العراقي بشكل جمعي وبشكل نقموي ايضا يراقب اداء تلك العناوين الوظيفيه والحكوميه منذ فترات طويله، وقد شخص هذا الخلل بشكل مطلق ورحب بالفكره. اذا المنهج طويل، النوايا سليمه، والاراده حاضره في هذا الجانب. اي كتله سياسيه تعترض او تواجه او تتحفظ على هذا القرار سوف يعني يكون مصيرها الخسران، وسوف تقف بالضد من رؤيه الشارع ورؤيه الحكومه ايا كان امكانياتها. يعني راح اقول لك مثال، الفساد يعشعش في دائره صحه محافظه صلاح الدين، ليس من مصلحه السيد رئيس الوزراء، ولا توجد هنالك مصلحه في تغيير مدير الدائره. عندما اقدم على هذه الخطوه، اهالي محافظه صلاح الدين صفقوا وهلهلوا وكبروا لموقف دوله رئيس الوزراء في اماكن اخرى ومحافظات اخرى ومواقع اخرى من المسؤوليه، جرت نفس العمليه وان كانت النسب مختلفه. لذلك اي طرف سواء شعبي سياسي نقموي يقف بالضبط من تلك التحركات الاصلاحيه سوف يخسر الكثير. ولذلك صمت الجميع، ويعني من يتحفظ على ذلك ربما يعني سوف يستسلم لخيار الاصلاح الذي يفرض نفسه في هذه المرحله. نتمنى الغوص عميقا في محاربه الاخفاق، في محاربه الفشل والتعثر والذهاب الى مستويات يعني او مديات اوسع في هذا الجانب كميا ونوعيا افقيا وعموديا، من اجل يعني تحسين مؤسسات الدوله وجلب عناوين تعمل لها لا لاطراف سياسيه او حزبيه او مصالح حتى شخصيه وعائليه مثل ما شاهدنا خلال المراحل الماضيه. طيب دكتور، هنا في هذه الحاله وفق معايير الكفاءه والقيام بالمهام، شلون راح تكون الاقالات؟ هل راح تكون بوابه مماثله لكنها تستهدف الوزراء والمحافظين؟ نتحدث الان عما بعد المدراء العامين. يعني انا تحدثت مع احد الاخوان القاده السياسيين، نعم، يعني شعرت انه مثلا يقول لك انه يجب ان لا يترك الحبل على الغارب. احنا ايضا يكون لنا راي في هذا الشخصيه او ذلك الشخصيه، طبعا هذا ضمن المنطق العام. انا كنت رديت عليه الاستاذ ان نجاح حكومه السيد السوداني هو نجاح للاطار التنسيقي برمته، فاتركوا العمل جمعا بدل ان يكون فرادا. كنتم في السابق عندما ترشحون هذا الاسم او هذا العنوان لهذا المنصب تتحول هذه الوزارة وكأنما هي مقر حزب لهذا الحزب أو ذلك الحزب. الآن هذا الأمر اتركوه إلى السيد رئيس الوزراء لتتحول بشكل عام مؤسسات الدولة بعنوانها الإطاري، باعتبار أن الحكومة أنتم قد اخترتموها، فاتركوا الرجل يعمل واتركوا ماكنة العمل الإداري تتقدم، وأنتم بالعكس كونوا داعمين لهذه المشاريع. نعم قد يصيبكم أذى، أو أن تقول مثلا أقال من الكتلة الفلانية ثلاثة مدراء، فيما الكتلة الفلانية إلى الآن لم يقال منها شخص. لا، هذا ما مقصود. هو الرجل عملي ويريد أن ينجح عمله، اتركوه يعمل كذا كيف ما يشاء. في أنا كانت لكم مصية أو كانت لكم وجهة نظر ممكن
أن تقولوها، لأنكم أنتم الآن أيضا أنتم محاسبون أمام الشارع باعتبار أن هذه الحكومة حكومتكم، حكومة الإطار التنسيقي، فيجب إنجاحها. واحدة من أدوات إنجاحها أنكم سوف تؤسسون في الحكومات المقبلة أن السيد رئيس الوزراء يترك له أمر اختيار والشخصيات المناسبة حتى أن يحاسب. بالمناسبة هذا الأمر ما بكل الدول معمول به، يعني مثلا الآن عندما يأتي يحكم بالانتخابات يفوز الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، المرشح لهذا المنصب لرئاسة الجمهورية يغير كل الموظفين أحيانا، يعني 1000، 2000، 3000، 4000 الجميع يتغيرون، وربما يختار منهم بعض الشخصيات أن يبقيهم في حكومته لأن هو حسب الحاجة، وقسم منهم يستغني عنهم. إذن اترك إلى حتى تحاسب الكتلة السياسية على، يعني يحاسب الحزب الجمهوري أو الديمقراطي على إدائه خلال الفترة الرئاسية التي ربما 5، 6، 7 مو إشكال. الآن أنتم أيضا تعاملوا مع أنتم كمؤسسة إطار حتى تؤسسون أو لمشروعكم الكبير قد يتحول إطار التنسيقي في المستقبل إلى كتلة سياسية بعنوان واحد، طول نفسكم عنوان آخر، وبذلك هذا يقويكم إذا ما نجحتم في مشروعكم. فلا تتدخلوا عند الرجل، ممكن أن تكون النصيحة، ممكن أن تكون وصية، والرجل دائما عند اجتماعات معكم، ولكن أن تتدخلوا للشؤون الصغيرة هذه يخلق لكم مشكلة في المستقبل، وهذا يضر بنا جميعا. العفو. طيب هنا الدكتور، يعني لما نتخلص حسب وجهة نظرك من نقاط الارتكاز الضعيفة بهذا الموضوع، هل راح يعزز من زخم الحركة الشمولية اللي تسير بيها أو تسير وفق الحكومة العراقية؟ عفوا استاذ احمد، نعم. شلون السؤال؟ التخلص اذا عندنا مرتكزات ضعيفه ونقاط ارتكاز ضعيفه تتمثل بالدرجات الخاصه، اذا خلصنا من هذه النقاط، هل راح يعزز من زخم الحركه الشموليه اللي تسير وفق الحكومه المركزيه او الحكومه العراقيه؟ انا اعتقد الان في مرحله هاي الدوره التشريعيه خلال دوره حكومه السيد السوداني لا يمكن لنا ان يعني ان نتوزع بهذه الشموليه على كل المؤسسات، على كل الدوائر، أعتقد يعني من الصعوبة. ولكن هو سوف تؤسس لنا هذه الحكومة مشروعا كبيرا إلى المستقبل في الدورات التشريعية المقبلة، إذا استطعنا أن نقف في دائرة الجانب التنفيذي اللي هو يعني الحكومة وإدائها ووزرائها، وأن يكون الوزير نموذجا، أن يكون المدير العام نموذجا، أنا أعتقد هذه خطوة إيجابية. يعني أنا استمعت مرات عديدة إلى السيد رئيس الوزراء مثلا عندما يلتقي بشخصية مثلا قد يوجعه في الكلام يعني والتأنيب الشديد، هذا حماس يريد أن يحرق الوقت. الآن أنت عندما تجلس مع بعض الوزراء اللي التقينا بهم كل 6-7 شيء، الغريب بالموضوع أنه كان سابقا الوزير عندما يأتي للقاء بمجموعة من الإعلاميين من المحللين السياسيين كذا يستصحب معه مجموعة من المدراء العامين، نعم. بين الفينة والأخرى يستعين بهذا المدير وهذا وبين مع المستشار لرقم أو قضية معادلة أو مشروع حتى يذكره. لا، الآن الوزراء الذين التقينا بهم جميعهم يحفظون مشاريعهم ووزارتهم عن ظهر قلب، بحيث أن تسأل على أي موضوع يجيبك، وهذا شيء جيد. بدأ يتحسس المسؤول أنه لم يكن فقط هو مسؤول سياسي كما كان في السابق، لا، الآن هو مسؤول تنفيذي خدمي جاء لمشروع لخدمة وطنه وفقا لكذا. نعم هنالك معوقات، أنا أقول لك معوقات كثيرة. الآن مثلا أنت في وزارة الكهرباء، أنت عندما تضع في الموازنة مبلغ بسيط جدا للجانب المشاريع والاستثمارات والبقية كلها تشغيل، أنا في وزارة الكهرباء مثلا عندك 100,000 موظف فائض عن الحاجة، الوزارة الأخرى عندها 150,000 فائض عن الحاجة، لا شغل لا عمل لا كذا، طبعا هذا مشكلة.
في حد ذاته على الوزراء هذا ثقل بالعمل، ولكن مقدرين ذلك، ولكن الوزراء جزء من القضية. في هذه القضية نعم، في هذه القضية في إحصائية جمعت رواتب الدرجات الخاصة قد تفوق أعداد الخريجين المعينين حديثا أو حتى الموظفين ضمن الموازنة التشغيلية. طيب إذا ما تحدثنا أستاذ علي البيدر عن هذه الإجراءات اللي تقوم بها الحكومة، برأيك هل راح تعيد هاي الإجراءات ثقة الشارع بالنظام السياسي اللي يرمي لتحسين الأوضاع الإدارية؟ نعم، طبعا الصوت ما وصلح لحد الان، ما اعرف شو، لكن اعتقد حضرتك سالتني على انه هاي الخطوات هل يمكن لها ان تعيد الثقه؟ نعم تماما، من قبل الشارع العراقي بالمنظومه السياسيه وبمؤسسات الدوله. نعم تفضل. نعم طبعا اليوم الوعي المجتمعي بشكل عام في العراق يتجه الى النضج ويتجه الى الوصول الى مستويات سياسية مقارنة مع هذا الوعي في الأعوام السابقة وفي العقد الأول لتأسيس النظام السياسي. حالة التكلس التي يعني يشهدها وتشهدها المؤسسات الحكومية نتيجة الإخفاقات أو نتيجة الرغبة السياسية بأن يتواجد عضو معين في موقع ما، وبالتالي لا يمكن إزاحته، الموت وحده من يعمل على إزالة هذا العنوان، وكأننا نصنع دكتاتوريات جديدة بمفاهيم مكوناتية. هذه الخطوة يعني لم تعد يعني عامل مؤثر لإعادة الثقة بالدور الإصلاحي للمنظومة السياسية ورئاسة الوزراء، لكنها هددت الكثير من القلاع والعروش التي كانت ترى نفسها في مأمن عن المحاسبة، عن المواجهة، عن الإزاحة. وعندما تأتي يعني ضربة حادة وقوية تحت الحزام، إن نستطيع أن نسميها، أنت اليوم الوزراء أيضا بدأوا يشعرون بالقلق والخوف من أن يأتي دورهم في هذا التعديل. في نفس الوقت الدرجات الأقل من منصب مدير عام أيضا بدأت تقلق على واقعها، مدراء قسم ومعاونين، مدراء عامين في جميع الوزارات. الشارع العراقي بدأ يشعر أن هنالك جهات تراقب هذا الأداء، ان هنالك رؤيه اصلاحيه لهذه الحكومه بالرغم من يعني انها حكومه قتيله، انها يعني خرجت من رحم ازمه حاده، ان هنالك حاله من التوافق السياسي التي تشكلتها، وبالتالي هذا التوافق سوف ينعكس على ادائها وربما يفرض واقع معين يشبه ما سبق. اليوم هنالك حاله من الرضا، حالة من الارتياح والتقبل للخطوات الإصلاحية لدولة رئيس الوزراء على المستوى الاجتماعي، مخبويا أيضا يعني الأشخاص المستوفين والذين يراقبون بقيادية موجودين كثير من الخطوات، وإن كانت يعني تسير ببطء وتفاقم وتحقق سياسيا. أيضا لا تمتلك الأطراف المعارضة أي حجة أو دليل مواجهه هذه الخطوات، وبذلك يمكن لما تحقق ان يعيد الثقه المفقوده في السنوات السابقه من قبل الشارع العراقي بالطبقه السياسيه بالمؤسسات الحكوميه. وهنا سوف ننتج واقع جديد عنوانه الاصلاح. يعني اليوم السيد السوداني اذا اكمل هذه الاربع سنوات وغادر رئاسة الوزراء لأي سبب، كنا نتمنى أن يتواجد في هذا الموقع، سوف يجبر من أن يأتي بعده على القيام بنفس الخطوات، فإن سار أي خطوة أو أي زلل أو أي تراجع في أداء الحكومات المقبلة سوف يرفضه. وبالتالي السيد السوداني أسس قاعدة عريضة عنوانها الإصلاح، يمكن أن تتفق عليها جميع الحكومات المقبلة، ومن هنا سوف تزداد
يعني حاله الفقه بين الشارع والمنظومه السياسيه بشكل جمعي او حتى على مستوى الحكومات الحاليه او المقبله خلال المراحل التي ننتظرها. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد علي البيدر المحلل السياسي، انضمت معنا عبر سكايب من أربيل لهذه الإثراءات، وأتمنى من حضرتك الدكتور محمود الهاشمي البقاء معنا في الملف الآخر، سنتابع بعد قليل. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بحضرتك الدكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد الدراسات الاستراتيجية، وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور صفوان، نتحدث عن هذا المشروع الذي الجديد القديم، وفق أي اعتبارات ومضامين يمكن توصيف طريق التنمية بأنه رئة اقتصادية جديدة للعراق ونموذج حيوي للربط بين الشرق والغرب؟ طبعا تحيه لحضرتك والمشاهدين الاعزاء. من الواضح ان عمليه ربط الاقتصاد العراقي باقتصاديات قاره افريقيا من خلال المملكه العربيه السعوديه واقتصاد الاتحاد الاوروبي بدول صناعيه مثل الصين مثل الهند بالتاكيد سيحول شكل الاقتصاد العراقي من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متعدد. العراق يسعى إلى التحول والتنويع الاقتصادي، بالتأكيد وجود قطارات، وجود طرق سريعة تربط ميناء الفاو بتركيا لاحقا بالاتحاد الأوروبي، سيساهم في عملية جذب الاستثمار في المدن الصناعية، في المدن السياحية، في المدن التجارية. فموضوع يعني انتقال ما لا يقل عن 15% من حجم التجارة العالمية باتجاه العراق سيساهم في زيادة قدرة العراق على جذب هذه الاستثمارات. طبعا بالتأكيد الأمريكان والأوروبيين يحاولون استثمار ميناء الفاو لأغراض التصدير، تصدير السلع الأوروبية باتجاه آسيا. والمملكة العربية السعودية الحقيقة من خلال منفذ محافظة السماوة جميلة جنين من الممكن أن يساهم أيضا في ربط إنتاج قارة أفريقيا بطريق التنمية. فهو فعلا طريق سيحول شكل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد يستقطب الاستثمار، وبالتأكيد دول الشرق روسيا إيران تحاول أن تربط اقتصادياتها بهذا الطريق، وكذلك دول الخليج. يعني لاحظت حركة الهند باتجاه الإمارات العربية المتحدة لاستغلال موانئ الإمارات في نقل إنتاج الهند تجاه الإمارات. الإمارات من الممكن من خلال طبعا قطار يربط دول الخليج مع بعض أن يتم ربط هذا القطار بالقطار العراقي الذي سيعبر إلى الاتحاد الأوروبي، وبذلك أيضا نفعل طريق التنمية. المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر أيضا تحاول خلق نوع من الشراكة مع هذا الطريق. فوجود العراق بموقع جغرافي مؤهل لاستقطاب الاستثمار وتخفيف تكاليف النقل وتسريع انتقال البضائع من دول آسيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال 48 ساعة، في حين أنها بالبحر قد تصل إلى أكثر من 10 أيام. فالعراق ضمن هذا الموقع ومع امتلاكه لمقومات الطاقة الشمسية، لأن من المسمع أن القطارات تسير على الطاقة الشمسية لكي نخفض تكاليف انتقال السلع ونحرك من الانتاج المحلي بما تحتاج الأسواق العالمية. فعمليا نحن أمام
تحول اقتصادي سيساهم في جعل العراق موقع جديد لنمو التجارة على مستوى دول المنطقة ودول القارات العامة. طيب دكتور، خلينا نرجع للدكتور محمود الهاشمي. دكتور محمود، يبين الدكتور صفوان قصي هذه المفردات، وهنا السائل لما مرور المشروع ب 12 محافظة عراقية وصولا للحدود التركية، شنو طبيعة فرص العمل اللي راح توفرها هذه المشاريع للأيدي العاملة؟ يعني لما نكون قد أسلمنا أن الاقتصاد هو عصب الحياة، بمعنى أنه هو الذي يحرك الحياة، المشروع هو أكبر من قضية أن نعالج بعض البطالة أو مشغل كذا عامل أو مهندس أو كذا، إنما يرقى إلى مستوى اقتصاد بلد، يعني يشارك في نهضة اقتصادية لبلد. رغم ذلك نحن أيضا يعني سعداء عندما نعرف وندرك بأن هنالك ممكن أن يستوعب أكثر من 8000 عامل وموظف ومهندس وهكذا. يعني إذن بشكل عام هو مشروع بهذا الحجم الكبير، يعني البعض ربما يعتقد هو بس فقط مسألة نقل يعني من العراق أو من دولة أخرى، لا، هذا مشروع يعني كبير جدا. حضرتك إذا تشوف المشروع الفاو كبير تجد أن هنالك مشروع دولة كاملة، يعني ربما كذا 13-14 فندق، ربما أسواق كبرى، أحياء سكنية، يعني مدن كاملة سوف تكون في هذا المكان. إحنا بالنسبة لنا في العراق وموانئنا كافية علينا كاقتصاد عراقي، لكن هذا مشروع دولي يربط العراق بالعالم، يربط الشرق بالغرب، وتمتد هذه البنى التحتية للسكك الحديد من الصين إلى كازاخستان إلى روسيا إلى قرغيزستان إلى تركمانستان ربما إلى أذربيجان وإلى إيران ثم إلى العراق ثم إلى تركيا أو إلى سوريا ثم إلى بانياس، وهكذا نحن ننفتح على كل الموانئ. بالمناسبة ربما العراق الوحيد اللي بناء تحتية الآن لحد الآن معطلة ومعطل كل هذه المشاريع. نتمنى أن ولو التصاميم، تحدث السيد وزير النقل قبل يومين كان عندنا جلسة معاه، يعني تحدث الرجل عن سكك الحديد، عن الشركات الإيطالية اللي عدت التصاميم الأولى في ميناء الفاو، وصلوا قسم من عتم مراحل إلى 50-60%. إذن هنالك نشاط. إيران فيما يخص احنا ما عندنا غير كان حوالي 32 كيلومتر، وترتبط سكك الحديد العراق في الجمهورية الإسلامية اللي متفرعة سكك الحديد اللي هي بالآلاف الكيلومترات مع دول الجوار. وبذلك العراق إذا ما نهض هذه النهضة وأصبح مرور الترانسيت كبير، تمر بضاعة العالم من أمامه، يعني ممكن يفرق حتى حوالي 12 يوم عن قناة السويس، يعني البضاعة تصل، وتعرف هاي محسوبة بالدقائق وبالساعات مو فقط بالأيام أيضا، أن يصل هذا البضاعة تصل إلى، يعني مثلا قبل فترة كان هنالك قطار من الصين إلى بريطانيا يعبر المانش، عندما تم الإعلان عنه ووصل القطار إلى بريطانيا، البريطانيون قالوا أن هذا سيقضي على البطالة وسيقضي على الأزمة الاقتصادية والتضخم في بريطانيا. لاحظ، هو قطار واحد دخل من الصين حتى يصل إلى بريطانيا، لأنه المرور أسرع بدل من أن تعتمد الموانئ التي تقطع آلاف الكيلوات. بمعنى نحن الآن أمام مشروع كبير، ربما الشعب العراقي الآن مشغول في تفاصيل حياته اليومية كذا كذا، ولكن هو مشروع المستقبل العراقي إذا ما ركزت الحكومة الحقيقة على هذا. وهي الحق يعني دول كثيرة تقدمت الآن إلى مشاريع، تقدمت إلى استثمارات من الآن، يعني من الآن أكثر من حوالي 20 دولة أو أقل تقدمت بمشاريعها للمشاركة بهذه النهضة أو ما يسمى بطريق التنمية، ونحن نشد على أيدي كل الإخوان من
وزير النقل إلى كافة الإخوان العاملين في هذا المجال أن يوفروا كل الظروف الموضوعية حتى لو على حساب الوضع الاقتصادي للشعب، لكنه هو مشروع أبنائنا ومستقبل أبنائنا إن شاء الله. نعم دكتور، باعتبار أن المشروع عابر للحدود الجغرافية، يعني دكتور صفان، هذا الموضوع يعني لما يعني بطبيعة الحال جهود دبلوماسية، كيف يمكن تقييم العمل الجاري في هذا المجال، خاصة وأن هنالك اجتماع لوزراء النقل في المنطقة لربما راح يصير ب 27 من الشهر الجاري للحديث عن هذا المشروع؟ يعني واضح الحقيقة العراق الآن يحظى بمقبولية من محيطه الإقليمي ومن محيطه الدولي. نعم. يوم غد إن شاء الله سيكون هناك اجتماع لقادة الدول العربية وعملية الانفتاح على المنظومة الخليجية لغرض يكونوا شركاء في عملية بناء المدن الصناعية، من حيث تجويدها بالطاقة الكهربائية، من حيث تجويدها بالأموال. العراق بحاجة إلى 350 مليار دولار لكي يكون هناك تنويع اقتصادي. من أين نأتي بهذه 350 مليار دولار؟ هناك بنك التنمية الآسيوي يدعم ربط آسيا بالاتحاد الأوروبي بهذه المشاريع. مسألة القطارات وتنفيذ القطارات وتنويع يعني عمليات النقل سواء للأفراد أو البضائع، أنا أميل إلى يعني أن يكون العراق مربوط بكل المنظومة الخليجية ومنظومة الشرق لكي نحول من السلع والبضائع كترانزيت للعبور من الأراضي العراقية إلى الاتحاد الأوروبي. ما يتميز حقيقة بالعراق أن إنشاء القطارات الحديثة لنقل البضائع بالسرعة المناسبة تتمر بأراضي سهلة التنفيذ، يعني لا ترتفع كلفة إنجاز الكيلومتر الواحد عن 5 مليون دولار، فعمليا نستطيع تنفيذ هذه المشاريع. والآن تركيا هي تعرض أن يكون يعني هذا الطريق، طريق نقل البضائع من آسيا عبر ميناء الفاو إلى الاتحاد الأوروبي من خلال العراق وتركيا على نفقة الجانب التركي، لتسهيل مهمة تفعيل دور العراق في التجارة العالمية. العراق هو موقع جغرافي استراتيجي، كلما أتقنا عملية الربط مع المنظومة الخليجية ومع منظومة دول الشرق كلما كان هناك أهمية للمستثمر العالمي في الدفاع عن الحصة السوقية في العراق. عليهم أن يتحركون بسرعة لإنشاء معامل للسفن، لأن العراق بحاجة إلى تطوير صناعة السفن، معامل لإنشاء القطارات والبنية التحتية اللازمة يعني الركائز الكونكريتية. عليهم أن يتحركون باتجاه سوق مناسب للتبادل التجاري كمنطقة تجارية حرة بين دول الشرق ودول الغرب في الأراضي العراقية، وبذلك نفعل من رؤية العراق كعاصمة للاقتصاد العالمي، وهو مؤهل لأداء هذا الدور في المرحلة القادمة. لكي يكون لدينا مثل هذا التحول علينا الاستثمار أيضا في قطاع المصارف وتهيئة البنية التحتية لنظام مصرف مرن يتعامل مع مستثمرين، مع استيراد، مع تصدير، مع سلع، مع مخازن مبردة، مع ساحات لتبادل الحاويات. مثل هذه الإجراءات هي شكل الاقتصاد العراقي في المستقبل. باعتبار أن هذا المشروع دكتور محمود يعني يوصف بالشمولية وتخطي الحدود الجغرافية، نقدر نقول أنها مشاريع متحركة أو محركة للكتلات الاقتصادية الجديدة في المنطقة؟ أحسنت. شوف أستاذي الكريم، واحدة من الفوائد الجيدة للبلد الذي لديه شبكة كبيرة من المواصلات المرتبطة بالدول الجوار أن هذه الدول تحاول أن تحافظ على استقرار ذلك البلد. لماذا؟ لأن أي خلل بالجانب الأمني في هذا البلد الذي تمر به شبكة المواصلات والتي الجميع من دول الجوار أو الأبعد منها بحاجة لها، يضطرون أن يضعوا كل إمكانياتهم للحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد. فلذلك
الآن كل ما يزدهر البلد كلما يضيف بنى تحتية أخرى. يعني الآن إحنا مثلا مع الجمهورية الإسلامية لدينا مشروع لبناء مدن صناعية بين العراق وبين إيران. هذه المدن الصناعية الكبرى كلها سوف تكون وسيلة لنقل بضاعة، لإنتاج بضاعة كثيرة. لو لم تكن هذه شبكة المواصلات كافية، صعوبة الإيصال وصعوبة التوصيل وصعوبة النقل. العالم يحسب إلى الساعات، بمعنى أن دول الجوار التي نشتبك معها بهذه المواصلات، هذه الدول سوف تسعى جاهدة للتعاون مع العراق حتى في المشاريع الاقتصادية المشتركة، لتؤمن عملها ولتؤمن بضاعتها وتؤمن مستقبلها. يعني الآن عندما تصل البضاعة من الصين مرورا بالعراق، بعد أن تستمر وتصبح العقود كاملة بيننا وبين الشركات الصينية لعملية النقل والمرور الترانزيت، طبعا هو مناسبة، يعني هو هذا الطريق أغلبه هو طريق ترانزيت للدول الأخرى. فلذلك أنت تؤمن على بضاعة العالم أن تمر إلى الدول المجاورة حتى تحافظ على هذه الحركة وهذه الحركة الاقتصادية، وحتى أن بلدك يتطور أكثر، يقضي أن تكون أيضا بمستوى هذا المشروع في الجانب السياسي الدبلوماسي، أن تكون دبلوماسية العراق فاعلة في العلاقات مع دول الجوار والدول الأبعد، أن تكون أيضا آمنا ومطمئنا في إدارتك، أن تكون تجربتك السياسية هي تجربة فاعلة وحيوية بحيث تستوعب كل هذا المجتمعات اللي حولك كما تفعل الصين الآن، على العكس من الولايات المتحدة، أن سياسة الولايات المتحدة قد أضرت بها كثيرا بسبب سياسات الخارجية اتجاه الدول، فأصبحت في المناطق السلبية التي لا يفضل أحد أن يقيم معها مشروعا إلا كرها أو إجبارا على سبيل المثال. لذلك الآن لو تترك الإنسان أن يضع أمواله في المصارف الأمريكية أم المصارف الصينية، يقول لك في الصينية أكثر اطمئنان لأن هذه الدولة أكثر استقرار ولا تصدر عقوبات على الدول الأخرى. إذن التعاون فقط، لأن السياسة الصينية سياسة هادئة وسياسة مستقرة، فأنت تحتاج أيضا في بلدك إلى تجربة سياسية حيوية وفاعلة ونشطة وفطنة لما حولها من مشاريع استراتيجية حتى تؤمن لنفسك وللآخرين هذه المشاريع الناجحة. العفو. هذه المشاريع لما تكون ناجحة دكتور صفوان، ولكن بالمقابل يعني بطبيعة الحال راح تكون هنالك تحديات تواجه إقامة هذا المشروع، بالأخص منها الواقع الدولي، ربما تعاد عمليات الوأد الدولية كما جرى لميناء الفاو سابقا. هل ممكن بالحسابات الاقتصادية أن تلقي الحسابات الاقتصادية فرضياتها الملزمة على السياسة وتكون لغة الأرقام هي الغالبة؟ طبعا واضح ان يعني المتضرر الاول سيكون قناه السويس. قناه السويس بالتاكيد شركاء فرنسيين في قناه السويس، فعلينا يعني قمنه الفرنسيين من خلال مثلا صناعه البتروكيماويات اللي صالح الشركات الفرنسيه، وكذلك عمليه ايقاف حرق الغاز وتطوير صناعه الغاز للجانب الفرنسي، حيث نخلق شراكة جديدة مع الفرنسيين، لأن مقدار الضرر الذي سيقع على قناة السويس يمكن تعويضه من خلال يعني طمأنة الفرنسيين بأن هناك استثمارات ستمنح لهم على مستوى صناعات استراتيجية مثل صناعة الغاز وصناعة البتروكيماويات. كذلك الصين مثلا كشريك استراتيجي في هذا التحالف، من الممكن أن يتم إعطاها استثمارات في جانب الإسمنت في محافظة الثنا، لأنها شريك استراتيجي لعملية التنمية التي تحتاج إلى الإسمنت الموجود في محافظة السماوة. وكذلك على مستوى جمهورية مصر وميناء السويس، من الممكن نقل الغاز العراقي من محافظة الأنبار باتجاه الاتحاد الأوروبي من خلال مدينة السويس، وبذلك نعوض مصر عن يعني الضرر الذي قد يؤدي إلى تخفيض استخدام قناة السويس. لكن في كل الأحوال الكلفة تميل إلى التكلفة الأقل، فموضوع الأرقام كما أشرت هو الذي سيكون حاكم،
العراقي يمتلك موقع جغرافي يخفض من تكاليف النقل وينقل الانتاج الزراعي من جنوب الصين الى الاتحاد الاوروبي خلال 48 ساعه. فهذه المناطق الان الهند والصين والباكستان لديها طاقه انتاج زراعي يمكن ان تساهم في التبادل مع الاتحاد الاوروبي ودول المنطقه، دول الخليج بالذات، فيكون لدينا استدامه لايرادات هذا الطريق. الولايات المتحده الامريكيه اذا ما رغبت ان تكون جزء من المشهد عليها الاستثمار في انشاء مدينه للتكنولوجيا داخل العراق لتصدير التكنولوجيا باتجاه اسيا وباتجاه افريقيا، وهم الان يفكرون بجديه في موضوع عدم خساره العراق، لان العراق يعتبر فرصه استثماريه استراتيجيه. فكلما عززنا الشراكه الاقتصاديه مع كل دول العالم كلما ساهمنا في خلق مدافعين عن الاقتصاد العراقي ونوع من الاستقرار المالي والاقتصادي وامكانيه رفع الناتج المحلي الاجمالي الى 1000 مليار دولار سنويا، في حين انه الان لا يتجاوز 250 مليار. مثل هذا المشروع سيساهم في قياده الحركه الاقتصاديه على مستوى اسيا، وهناك تقديرات تشير بان العراق سيصبح رقم واحد في دول اسيا بعد اعمال هذا الطريق وجذب هذه الاستثمارات. يعني الحقيقة كلام جدا إيجابي ومشجع من حضرتك من جناب الدكتور محمود الهاشمي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، انضمت معنا عبر سكايب، والشكر كثير لحضرتك رافقتنا في ملفين الدكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله.